فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: أرضعتني، يقول أرضعتني زوجة عمي وأنا صغير، وتقول إنها قد أرضعتني أكثر من مرة، وهي متأكدة أنها أشبعتني في واحدة وليست متأكدة من الباقي، فهل تصبح أما لي من الرضاع؟ الرضعة هي المصة، أو لازم يشبع. إذا مص الثدي ونزل عليه حليب ولو قليل هذه رضعة، فإذا أكمل 5 مصات فقد تم نصاب الرضاع، تصبح أما لك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.